بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع. اليوم بإذن الله تعالى سوف نشرح الدرس الثالث، وهو بعنوان الأعمال بالنيات من كتاب ديني قيمي المنهاج الجديد. عندنا هنا أولا الصورة، أتأمل وأناقش، أتأمل الرسمة الآتية ثم أناقش، يعني انظر هنا إلى هذه الصورة وناقشها. عندنا هذا الرجل، هذا الرجل البائع كما نلاحظ هنا، يبيع ماذا؟ يبيع الرطب ويبيع بعض الأشياء. فجاء عليه هذا الرجل وأعطاه مبلغا من المال، كما نلاحظ هنا أعطاه مبلغا من المال وقال له: سأشتري جميع سلال الرطب. انظروا، يريد أن يشتري منه جميع هذه السلال. فماذا قال له البائع؟ جزاك الله عني خيرا. الآن السؤال، لماذا اشترى الرجل السلال كلها؟ هذا الرجل لماذا اشترى جميع السلال؟ عندنا مجموعة من الإجابات. قد يكون أنه اشتراها من أجل إدخال السرور على قلب البائع، يريد أن يدخل السرور على قلب هذا البائع، أو للحصول على الأجر والثواب من الله تعالى، وكذلك ليعود البائع إلى أسرته مبكرا. فهذه كلها نية الرجل استحضرها عند الشراء من هذا البائع. السؤال الثاني، ماذا تقترح على والدك إذا كنت معه وشاهدت هذا المشهد؟ يعني لو كنت مع والدك وشاهدت رجلا يبيع الرطب أو يبيع أي شيء غير ذلك، ماذا تقترح على والدك؟ أن يشتري من البائع حتى يدخل السرور على قلبه، وأيضا أقترح عليه أن يدل الناس على مكان البائع. نأتي الآن أعزائي إلى الحديث الشريف، أفهم وأحفظ. فينبغي على الطلبة أن يحفظوا هذا الحديث لأنه يأتي معهم في الاختبارات. نبدأ بقراءة الحديث. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إذا الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نأتي الآن أتعرف على النيات، ما هو معنى النيات؟ انظروا هنا عندما قال: الأعمال بالنيات. ما معنى النيات؟ النيات هي جمع نية، وهي قصد الإنسان المقترن بفعله. إذا النيات هي قصد الإنسان، يعني ماذا يريد الإنسان أن يفعل، ماذا نوى أن يفعل، فهذا هو معنى النية. الآن هنا عندنا هنا فكرة أعجبتني، شخصية الصحابي عبد الله بن عباس. فهذا عبد الله بن عباس فقد عاصر النبي، يعني عاش في عصر النبي وزمنه الكريم فترة قصيرة، وكان قريبا من عمري الآن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاز من العلوم الكثير. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نتكلم عن هذا الصحابي رضي الله عنه الذي روى الحديث. حاز بمعنى حصل، حاز من العلوم الكثير، يعني حصل على العلوم الكثيرة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقب بماذا؟ انتبهوا، هذا السؤال يأتي في الاختبارات، بماذا لقب عبد الله بن عباس؟ لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة. إذا يوجد لقبان للصحابي الجليل عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة، فعلى الطالب أن يحفظ هذين اللقبين. وأكمل مسيرته العلمية مع الصحابة، فكان أحد المكثرين في رواية الحديث، يعني هذا عبد الله بن عباس أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نريد أن نفهم معنى الحديث، أقرأ وأتعلم. هذا الحديث الشريف يعد أصلا من أصول الدين، فهو يتعلق بإصلاح الجانب الباطني للإنسان. الجانب الباطني يعني الداخلي للإنسان. فمثلا لو أراد الإنسان أن يصلي، فهل يصلي الإنسان من أجل أن يراه الآخرون ويقول والله هذا الإنسان يصلي؟ لا، هذا عمل باطني، أصوم أنا أو أصلي أنا لماذا؟ لله تعالى. وأيضا عندما يصوم الإنسان، هل يمتنع عن الطعام والشراب من أجل أن يراه الآخرون ويقول انظروا هذا الإنسان صائم؟ لا، أنا نيتي الباطنية والداخلية أنني أصوم لله تعالى، أخلص النية يعني من أجل أن يعينني الله وأن يعطيني الأجر والثواب والجنة بعد ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، يعني القاعدة العامة بينها في الحديث. ما هي القاعدة العامة؟ الآن نتكلم عن القاعدة العامة، وهي أن النية أساس قبول العمل ورده. إذا لاحظوا، هذه هي القاعدة، النية
أساس قبول العمل ورده. ما معنى هذا؟ يعني فإن كانت النية خالصة لله تعالى، ماذا العمل؟ هل يقبل أو لا يقبل؟ قبل العمل. إذا متى يقبل العمل؟ قبل العمل إذا كانت النية خالصة لله تعالى ونال صاحبه الأجر والثواب. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله تعالى أمر أن نعبده مخلصين له، مخلصين له الدين، وإن كانت بقصد الرياء. إذا لاحظوا متى تقبل، يقبل العمل، ومتى يرد، يعني لا يقبل. وإن كانت النية يعني بقصد الرياء والشهرة، يعني أنا أصوم حتى يقول الناس عني أني صائم، أصلي حتى يقولون عني أصلي، أتصدق حتى يقولون عني أصلي، هذا من أجل الرياء والشهرة، ولم يرد بها وجه الله، يعني لم يصم من أجل الله ولم يصلي من أجل الله، رد العمل. إذا انظروا هنا، رد العمل يعني العمل غير مقبول. إذا عندنا هنا يقبل العمل متى؟ إذا كانت النية خالصة يقبل العمل، ومتى يرد العمل لا يقبل؟ إذا كانت النية بقصد الرياء والشهرة، وأثم صاحبه يعني يحصل على السيئات. فالنية الفاسدة تفسد الأعمال الصالحة وتذهب بأجرها، والإنسان مجزي بنيته، يعني الإنسان يجزى بحسب نيته، إن كانت خيرا فخيرا وإن كانت شرا فشر. قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وينبغي للمسلم استحضار النية في أدائه للعبادات. إذا عند أداء العبادات ينبغي على المسلم أن يستحضر النية، يعني لا يقف فقط للصلاة ويصلي مباشرة دون أن ينوي أن يصلي مثلا صلاة العصر، ولا مثلا يبدأ الصيام دون أن ينوي أن يصوم لله تعالى، وهكذا. فما يفعله من صلاة، إذا انظروا هنا، من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك من أعمال البر لا يصلح إلا بنية القلب. إذا ينوي بقلبه، النية تكون أين مكان النية؟ تكون بالقلب. كما أن بالنية تتميز العبادات من بعضها، فيتميز الفرض من الفرض. يعني إذا نويت أنا أن أصوم أو أويت أن أصلي، فيتميز النية الصوم عن نية الصلاة، والفرض من السنة. إذا يوجد عندنا تمييز الفرض من الفرض وتمييز الفرض من السنة. يعني أنا إذا أردت أن أصلي أقول أنوي في قلبي أن أصلي الظهر، فهذه نية فرض. إذا أردت أن أصلي سنة الظهر أنوي في قلبي سنة الظهر، فهنا يتميز الفرض عن السنة. ومن لطف الله تعالى ورحمته أن جعل النية الصالحة سببا في استمرار الأجر عند من اعتاد على عمل صالح ثم منعه عذر من القيام به. يعني لو اعتاد رجل أن شخص أن يصلي في الجامع الصلوات ومرض، فماذا يحصل لو لم يستطع القيام بالصلاة في الجامع؟ يؤجره الله ويعطيه الأجر والثواب حتى لو لم يتمكن من ذلك. إذا إذا منعه عذر من إكمال العمل فالله تعالى يعطيه الأجر على نيته الصالحة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني كذلك الحال في شهر رمضان، إذا مرض الإنسان ولم يستطع إكمال الصوم فبسبب نيته الخالصة يقبل الله تعالى منه الصيام ولا يعطيه مثلا ولا يعطيه السيئات، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وهي كذلك سبب في مضاعفة الأجور. إذا النية سبب في مضاعفة الأجور على الأعمال اليسيرة يعني القليلة. لذا على المؤمن أن يجعل نية فعل الخير دائما في قلبه في كل موقف يلقاه في الحياة. يعني إذا رأيت شخصا وساعدته أنوي في ذلك الله الأجر والثواب من الله. إذا مثلا أطعت والدي أنوي بذلك الأجر والثواب عند الله. فمن حدثته نفسه وتمنى فعل الخير مرضاة لله، يعني من أجل أن يرضى الله عنه، كتب الله له أجرا وثوابا. يعني لو هناك طالب قال: لو أن معي مال سأتصدق بهذا المال وأعطيه لأهل غزة وللمجاهدين، فلو فعل ذلك وكان مخلصا النية ولم يكن معه مبلغ من المال، فنيته الصادقة الله تعالى يجزيه عليها ويعطيه الخير. فالنية الصالحة الخالصة تحول، إذا ركزوا، المباحات والعادات إلى طاعات وعبادات.
إذن هذه النية الصالحة ماذا تحول؟ تحول الطاعات المباحات والعادات إلى طاعات وعبادات. يعني النوم على سبيل المثال عادة، لكن لو نوى الإنسان أن ينام حتى يستيقظ على صلاة الفجر فيحصل بهذه العادة على الأجر والثواب. أيضا مثلا على سبيل المثال لو مارس إنسان الرياضة، فالرياضة هذه عادة، لكن لو نوى بقلبه أنني أريد أن أمارس هذه الرياضة حتى أتقوى على طاعة الله وأساعد الآخرين فيؤجر عليها. إذن يؤجر فاعلها ويثاب. الآن أتعاون مع زملائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. يعني الله تعالى بين الأمور التي يأخذ عليه الإنسان الحسنات والسيئات. فمن هم، يعني من أراد بحسنة فلم يعملها، لاحظوا هنا، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. يعني لو أراد الإنسان قال أريد أنا مثلا أن أضرب صديقي ولم يضربه، فالله تعالى يكتب ذلك له حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الحسنة. إذن ومن هم بحسنة فلم يعملها، يعني هنا على سبيل المثال مرة أخرى، فمن هم، يعني من أراد أن يفعل حسنة فلم يعملها، يعني أراد أن يتصدق ولكنه لم يتصدق، فالله تعالى يكتبها عنده حسنة كاملة. وإن فعلها الله يعطيه ماذا؟ يعطيه 10 حسنات، وهذه ال10 حسنات تتضاعف إلى كم؟ إلى 700 ضعف، وأيضا هذه 700 ضعف تضاعف إلى أضعاف كثيرة. إذا لاحظوا هذا من كرم الله. ومن هم بسيئة، يعني من أراد أن يعمل سيئة فلم يعملها، يعني أراد على سبيل المثال أن يضرب زميله ولم يضربه، ماذا يكتب الله؟ كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها، يعني لو ضرب صديقه كتبها الله له سيئة واحدة، فهذا من فضل الله تعالى علينا. الآن نفهم الحديث الشريف ثم نستنتج أثر النية في الأعمال من خلال إكمال الشكل. الآن نريد أن نتكلم عن ماذا؟ عن أثر النية في الأعمال. ما هو أثرها؟ النية، انظروا هنا، حسنة، هذا هنا مثلا تريد أن تعطي زميلتها الماء، فلو أعطتها، لاحظوا الحسنة إذا عملتها ينال الإنسان 10 حسنات، وال10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. حسنا، إذا لم يعمل هذه الحسنة، إذا هذه البنت لم تعطي هذه البنت الماء فلم تعطيها الحسنة، إذا لم يعملها ينال حسنة كاملة. إذن إذا عملها ينال 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إذا لم يعملها ينال حسنة كاملة. الآن هنا يريد هذا أن يضرب زميله، الآن هذه تعتبر سيئة، إذا عملها، إذا ضربه، إذا عملها ينال سيئة واحدة، يعني هذا الذي ضرب ينال سيئة واحدة. إذا لم يعملها خوفا من الله، قال خلاص أنا لا أريد أن أضربه، أنا أخاف الله، ينال حسنة كاملة. الآن نأتي إلى هنا، أتأمل وأطبق. أحرص على استحضار النية الصالحة الخالصة في كل عمل أقوم به. إذا قلنا لكم على الإنسان أن تكون نيته خالصة لله تعالى في كل عمل يريد أن يقوم به. الآن في ضوء فهمي للعبارة السابقة، أتأمل الشكل الآتي ثم أبين كيف أحول عاداتي إلى عبادات. إذا لاحظوا هنا، الآن نتكلم عن تحويل العادات إلى العبادات حيث أؤجر عليها. هذه الصورة، سقي النبات وزراعة النبات، أنوي بزراعة الأشجار الأجر والثواب من الله تعالى، فإذا أكل منها الإنسان والحيوان يكتب الله لي الأجر. لاحظ هنا ممارسة الرياضة، أنوي بممارسة الرياضة تقوية الجسد والجسم حتى أتمكن من عبادة الله ومساعدة الناس في أعمالهم. الآن هذا الأكل، لو نوى الإنسان من الأكل أن يتقوى على طاعة الله، أنوي بالأكل والشرب تقوية الجسد على طاعة الله تعالى ومساعدة الناس، يحصل على الأجر والثواب. هنا النظافة، أنوي بالنظافة امتثال أمر الله تعالى، فالله تعالى جميل يحب الجمال. وهنا الذهاب إلى المدرسة، أنوي من الذهاب إلى المدرسة الحصول على العلم الذي ينفعني وينفع الوطن، فبهذه الطريقة يحصل الإنسان على الأجر والثواب من الله. أيضا النوم عادة، لكن هذه إذا نوى
إذا نوى وأعطى نية خالصة تتحول العادة إلى عبادة. أنوي بالنوم الحصول على الراحة حتى أتمكن من عبادة الله، مثل الاستيقاظ إلى صلاة الفجر وصلاة الفجر في جماعة، أو الاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة، فهذه كلها يحصل عليها أجرا من الله تعالى. أقيم تعلمي. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إذا كانت خطأ. الآن النية محلها اللسان، هل هذا صحيح؟ خطأ، النية محلها أين؟ القلب. أفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، أن قبول العمل مرتبط بإخلاص النية. هل قبول العمل مرتبط بإخلاص النية لله تعالى؟ نعم صحيح، يعني إذا أخلص الإنسان النية يقبل الله العمل، وإذا لم يخلصها رد الله العمل ولم يقبله. هنا ثانيا بين علاقة العمل النية بالعمل. النية أساس العمل وشرط قبوله، فبها تقبل الأعمال وبها ترد. فمن كانت نيته خالصة قبل الله عمله، ومن كانت نيته غير خالصة رد الله تعالى عمله ولم يقبله. الآن ثالثا تدبر النصوص الشرعية الآتية ثم استخلص وسائل تعين على الإخلاص النية. الآن نريد أن نتكلم عن وسائل تعين على إخلاص النية لله تعالى. النص الشرعي قال تعالى: قد أفلح من زكاها. لاحظ هنا زكاها، إذن تزكية النفس تعين على إخلاص النية لله تعالى. إذن تزكية النفس وتطهيرها من المعاصي هذه وسيلة تعيننا على الإخلاص. ثانيا قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. لاحظ هنا أعوذ، لفظة أعوذ بك، فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وسيلة تعين على الإخلاص. وقال تعالى ثالثا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الآن لاحظوا هنا: وقلوبهم وجلة، يعني يخافون. فاستشعار مراقبة الله تعالى والخوف منه والخوف من المعاصي هذا يعين على إخلاص النية لله تعالى. رابعا، يعمد بعض الناس إلى تصوير تفاصيل حياتهم وإظهارها للناس بقصد التباهي والتفاخر. الآن ما توجيهك لهذه الفئة من الناس الذين يصورون كل شيء، يصورون الطعام، الشراب، الصلاة، وكل شيء. الآن أنصحهم بترك التباهي والتفاخر وتصوير كل شيء، لأن ذلك قد يقود إلى الرياء، فهو يصور من أجل أن يراه الآخرون، وهذا الرياء يقود إلى الشرك، وبالتصوير عدم مراعاة لمشاعر الآخرين، وكذلك ينتشر ماذا؟ وينتشر الحقد بين الناس، وينتشر الحقد والحسد بين الناس. فربما يوجد ناس فقراء يشاهدون ما أصور، وأنا أصور من طعام وشراب، وهم فقراء لا يوجد عندهم طعام وشراب. إذا بهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من شرح درس الأعمال بالنيات، ونلتقي معكم في شرح درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.